عدد من المواطنين في لواء الشوبك من مشكلة باتت تخنق شارعه الرئيسي، وهي مشكلة الاصطفاف المزدوج أو ما يسمى بالاصطفاف العشوائي التي تسبب اختناقات وإعاقات مرورية. نطالب بجزيرة وسطية من أجل خدمة المحلات التجارية ومن أجل خدمة المواطنين، وبرضو هذا خط سياحي ودولي. توجهنا إلى رئيس بلدية الشوبك الشيخ عادل الرفايعة، والذي أفاد بخصوص الشارع اللي مار في منطقة وسط الشوبك من ناحية المرورية. هناك كان في بعض الحلول، بس الحل اللي كنا نعمله الجزيرة الوسطية بزيد المشاكل الفنية من ناحية سواقين السيارات، لأن هناك في بعض المحلات، وأنت تعلم أن الشوبك هذا السوق التجاري، المنطقة الوحيدة السوق التجاري، فبالتالي الآن ما في إلا أنه يلتزموا الدوائر الحكومية كل دائرتها أنه يعمل لهم كراج خاص. ومن جانب آخر تحدث متصرف لواء الشوبك عطوفة نظام المجالي عن السعي لإيجاد حلول في القريب العاجل لهذه المشكلة، وقال فيما يتعلق بالحلول المطروحة في عندنا مجموعة إجراءات، فيما يتعلق أولا أنه هاي المنطقة بتضم مجمع الدوائر الحكومية، وهذا بخلق لنا أزمة أنه استفاف سيارات الموظفين أمام الساحات اللي أصلا ضيقة في المنطقة، وفي عندنا في الباصات الخصوصي كمان نفس الشيء بتخلق لنا نوع من الأزمة. كما أبدأ أصحاب المحلات التجارية انزعاجهم من هذه الظاهرة التي تؤثر على البيع والشراء. تبقى مشكلة السير والشوارع واحترام الأنظمة والقوانين مسؤوليتنا جميعا، ومن دون التعاون لا يمكن إيجاد أي حل لمثل هذه الظروف. أسيرة حيات لبرنامج من نوفينا.